عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في القناة وصفية سونس تونسية. اليوم باش نعملو كيك بطريقة جديدة من غير حليب ومن غير زيت. تابعوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. لهنا باش ناخو كعبتين عظم، مانيش باش نستهلك برشا عظم، مش بالضرورة باش تعمل ثلاثة ولا أربعة عظم، معناتها بالنسبة لي أنا نعمل ديما كعبتين. ألورا كعبتين عظم، حطو معاهم السكر، السكر حسب الذوق، معناتها اللي يحبها حلوة برشا ما يحبهاش حلوة برشا ما يعملش برشا سكر. نركضهم مليح، نركضهم مليح مليح، فوالا. ولا لهنا حطينا سكر واني، هنا ركضنا مليح، نعاودو نركضو، ولا لأني خديت شوية قهوة، طيبت قهوة عادية، ماء وقهوة قهوة، وحطيتها في مع الانجريديون، وعملت شوية زبدة ذوبتها وحطيتها، قرصة ملح بيانسير، باش نحط الزبدة حسب حرارة الغرفة، وما نحطش الزيت. بالنسبة لي أنا الزيت والحليب ما استعملتهمش في الوصفة، واستعملت كان كعبتين أعظم أكهو. ولهنا عملت حبيبات شوكولاتة كما تحبوا، لهنا الشوكولاتة لهنا باش تنقص شوية من قوة القهوة. ألورا الشوكولاتة كي باش تذوب مع القهوة باش تجي بنة عالمية. لهنا خلطهم مليح، خلاهم يدخلوا في بعضهم ليزانجريديون، ولا لهنا كيما تشوفوا حضر. بالنسبة لي أنا كيما تعرفوني ديما نستعمل السميد في الكيك، ما نستعملش قليل، ما نستعمل الفارين. حطيت لهنا كيس سميد، وحطيت واحدة خميرة ليفيتو، حركناهم مليح، خليتهم يدخلوا في بعضهم، ولا حركوهم مليح مليح. شوفوا لونها محليه، لونها ما شاء الله، حتى البنة اللي فيها ما شاء الله، كمش على البنة، شجعكم باش تجربوها. لهنا بالضبط بالضبط استعملت كيس ونص سميد، على لهنا رجعت هذيك عملتها زدتها باش تجي بنينه بالشوكولا. لهنا خديت المول، دهنته بالزبده، كثرت له الزبده بليتو باش ما تشدش، وحطيت الخليط على 180 درجة صيف ساعة، ولا ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس باش يجيكم ديما كل جديد. لهنا حضرت الريسيت كيما تشوفوا، محلاها سفنجية، منظر ما شاء الله، من غير حليب من غير زيت، ما كثرتش العظم، وجات لي ما شاء الله. ننصحكم باش تجربوها، واللي ما فهمش حاجة ولا اللي يحب يستفسر على أي حكاية في الوصفة أنا نفسر له.
ننصحكم تجربوها إن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وبالسلامة.